لي شقي في سخير يجني الهوى السرد عزك يا الفرقة فرمية ثنقي يتسقي خنت في غزة دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها تروى دوث مذلين تفغد ثغري صرار حبوها تروى. عام يمر على وفاة الزعيم حسين آيات أحمد أحد رموز الثورة الجزائرية. أدى الحسين الذي ولد عام 1926 بعين الحمام ولاية تيزي وزو لطالما آمن بدولة جزائرية تسع الجميع ولكل الجزائريين، ضحى بكل ما يملك من أجل استقلال الجزائر. وظل إيمانه قائما بالنضال السياسي حتى بعد الاستقلال، فأسس حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي لا يزال قائما وهو أعرق حزب معارض في الجزائر. ولم يشأ أدى الحسين أن يفرض موقفه حينها، ففضل العيش في المنفى بداية من عام 1966 ليقرر العودة إلى الأرض التي أنجبته وجاهد من أجل استقلالها عقب أحداث أكتوبر 1988. وعاش التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد بعد التعددية الحزبية منذ ذلك الحين وإلى حدود عام 1992 ليعود مرة أخرى إلى سويسرا بعد اغتيال الرئيس محمد بوذياف. أشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. رحمة الله عليهم جميعا. ولم يكن يدري حينها أدى الحسين أنها آخر مرة يرى فيها الجزائر، ولن يعود إليها ماشيا على قدميه بل مرفوعا على فوق نعشه. فالثالث والعشرين ديسمبر 2015 لن ينساه الجزائريين الذين أحبوا الرجل ومسيرته الجهادية والنضالية حين ودعوه لمثواه الأخير بعد مرض عضال لازمه لسنوات. فاليوم حال الأفافاس ليس عاديا بالمرة، فالحزب مشتت إلى آخره، استقالات وإقالات بمختلف أشكالها تميز منزل أدى الحسين. واليوم تعود الذكرى الأولى لرحيله، ولا يزال النكران والإجحاد يلازمان الرجل حتى بعد وفاته، فلم يحظى الراحل بالمكانة التي كان يستحقها قبل وبعد وفاته، فلا مدرسة أو جامعة أو حي أو مستشفى سمي على اسمه، رغم أن التاريخ النضالي لدى الحسين يستحق أكثر من هذا، فهو الذي ضحى بأغلى ما يملك من أجل وطنه. فألف رحمة عليك يا دى الحسين. ترو يا ري في سفلا من غريم في الزير وزكام ماكن زايلين ورترو يا ري.